ومن اللي يبغى أن عمره يطول؟ كلنا. ما نصدق واحد يقول الله يطول عمرك. فلذلك اللي يبغى هذين الأمرين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني يطول في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أعظم، ألا أخبركم بعمل أعظم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فالآن عرفنا إنها خير من الصلاة والصيام والصدقة، وأن فيها طولة عمر وزيادة رزق. طيب، واللي ما يوصل رحمة، والقاطع، واللي يطرد أخوه من أمه وأبوه، واللي في مصلى العيد يدف أخوه يقول وخر يسود الوجه، واللي ضيفانه من كل قبيلة أخوه من أمه وأبوه ما يجيه، واللي قاطع أخوه وأخته، واللي قاطع عمه وعمته، واللي قاطع جده، واللي قاطع أرحامه، له أربعة أمور. الأول: هجرنا الله وإياكم إنه ملعون في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يسمعون لكن ما يسمعون الحق، يرون لكن ما يرون الحق. تكفى يا فلان، أخوك من أمك وأبوك في المستشفى، روح تحلل منه. تكفى يا فلان، رد الحق لأهله. تكفى يا فلان، فلا يسمع الحق. تكفى يا فلان، المقابر ما يسمع الحق. قاطع الأرحام ما يدخل الجنة. ما تبغون الجنة؟ قاطع الأرحام ما يدخل الجنة. فلذلك يا أحبة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله يجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويجعلنا وإياكم من أهل العفو، ويجعلنا وإياكم من أهل التسامح. نسأل الله أن ينزع من قلوبنا الشحناء والقطيعة والبغضاء، ومن وصل رحمة وكان زينا عند أرحامه فيبشر بطولة العمر وزيادة الرزق. الله يطول أعمارنا وأعماركم على الطاعة، ويزيد في أرزاقنا وأرزاقكم، ويبيض وجيهكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.